الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الصباح هو دبدورة من راس العين تحت اللاسيتي فوت مجيت أحمد الجندي والعم صبيح الله يرحمه ويسع عليه. قلت لقى أحمد تما لكن نشوف عندنا قهوة ساقط مولا قديم. هو تشت المقبرة مقبرة للحالة تاعه ما عندكم ما تشوف يا عباد الله يا معمرة وسخ. عاود فوت مجيت تيان باستور وتيان لبو هنا ونشت الفجأة الجبل راه يهود وكاين واحد العشرات تاع السكان مساكين اللي راهم في خطر. البنيان مهدم الديار اللي هدموهم من نهار اللي رحلوا الغاشي وخلوهم بقاو واش نقولكم بقاو للخمر للدعارة بقاو للمخدرات بقاو للزاغريسيون في النهار هم يقفوا في ديك في هذيك الطريق. ومع الأسف الشديد الناس براوية هم يجوا الملاك. جيت شت الجبل راهي يهود وكاين واحد 10 ولا 20 ساكن اللي حياتهم هي في خطر واني مخلوع كيف حتى واحد ما حط لهم البال وما راه علم السلطات المحلية نتاعنا اللي تجي تلقى لهم حل. شوف في هذا الفيديو اللي دايره الهواري خونا بالهاتف النقال تاعه راهي يفيلمي وخايف خايف مناش خاش كل البيوت هذي فيها قطع الطرق فيها الدعارة المخدرات الخمر كل شيء اللي حرمه ربي هم يديروه في هذه البيوت والناس براوية على الحي. شت بن عيسى والعمي حرات الله يرحمه ويوسع عليه راه هدر لي ويهدر وغادي تسمعوا واش غادي يقول لكم على الحاله اللي هم عايشين فيها. قبل الانجيره في التربو راه عندنا انجيره في التربو الاوسخ لاغريسيون هذا ما تصنعش تهلو عليا ما يطلع الدار بالله عليك ودك طلع الفوق نقيا راه يباصا وتسمر سمك خف يهضر اللي بن عيسى اش عندكم خويا يا رانا ما تشوفش حالتنا كي راه صاري عندنا راه عندنا انجراف تاع التربه كيهد الاخر عندنا الطوبات الكلاب المشرده الحلوف لي زاغريسيون خلاونا هايمين خلاونا هايمين حنا يا خويا شنو باغي نقول لك
حاسنا الضو ما كاش طار يطفى علينا، رانا مغبونين لا ما حاجه ما عندناش. خلونا في ذي البلاصه هنايا كارثه من الكوارث الكبار. احنا رانا هنا ماشي هنا، احنا من كوبير رانا هنايا ماناش عايشين. 50 عام ساكت راس العين. راني انا يعني زايد من 1958 هنا رانا مغبونين هنايا. شباب نزيد نقول لك الضو ما عندناش. قول لهم بلي وعدونا بسيمانه غير ترحال. قال لك وعدونا ماشي ما وعدوناش، قالوا لنا صبروا علينا في رمضان. من رمضان رانا في عام انا هذا الجبيره هو هذا الانجيره في التربه. هم يقروا حتى يقروا كارثه هنا ويجوا ما بقى والو هنا. شاشرك شوف حاسك في الليل هنا لي زاغريسيون. هنا لي زاغريسيون راهي هنا اللي راهم لي زاغريسيون. ثاني ما فما حتى ولادنا غبنوا ثاني اللي راح لهم الواد هنا كي راه الاخر الماء كلشي تبلع. سكاني ما هدوهمش راك تشوف فيهم كي راهي حالتهم كي راهي دايره. هنا عيطت على لي زاغريسيون شيراتهم يهودوا يقراوا. ما عندناش حتى الركبه هنايا، الركبه ما عندناش الترونسبور هنا. وشوف يقدم خويا الهواري يزيد يحكي. راه هو يا خويا اروح هواري تحكي لنا شويه هواري شيكي وكلشي كما كنت تشوفوا كلشي راه باين. الثاني اللي راح لهم ماليهم ما هدموهمش تشوفوا. دروك حنا اصبحنا الضحايا في هذه المنطقه. حنا خص ولادنا يفوتوا من هذا المكان. حنا دروك رانا نواجه اهل الانحراف، رانا نواجه خطر الانجراف تاع التربه. زيد رانا الطريق مبلعه، الطريق مبلعه، ما عندنا حوانيت، ما عندنا طرقات، ما عندنا كهرباء، ما عندنا شبكه مياه. كما تشوفوا كما قالك الصوره تعلق الصوره بيدو تاع يتعبر روحها. كما كنتم تشوفوا وضعيه كارثيه. نقول لهم اي من المسائل اللي يعيش في هذا المكان. احنا رانا بشر انسان. شوف هل ينجم واحد من الناس يعيش كيما هكا؟ مسؤول ماشي كيش بلي اي واحد ينجم يعيش كيما هكا. كبرنا بصح هادو حنا كبرنا بصح هادو الضحايا. شوف هاد الضحايا، هادو هما الضحايا تاع هذا الضحايا تاع هذا الاخر. هذو الاطفال الصغار هذو ولادي. مشي السلام عليكم. السلام عليكم.